بسم الله الرحمن الرحيم. كنتمناو من الله عز وجل يدخل النادي السنه ان شاء الله بالخير ويحيد النادي الوباء. هاجي اول حاجه، حنا اولا راه ما تنحتفلوش براس العام، حنا راه مسلمين تنحتفلوا ايه بعيد الميلود. هادشي ديما كوكا باجي راه حاجه ضروري تنحتفلوا ايه بعيد الميلود، راس العام ما تنحتفلوش به. وكنتمناو من الله عز وجل يدخل النادي السنه ان شاء الله بالخير ويفتح لنا ويفتح على جميع الناس ويتحيد هذا الوباء هذا وترجع مدينه مراكش كيف كانت سياحيه وترجع الوقت كيف كانت ان شاء الله. راس العام اخويا ماشي ديالنا حنا اخويا، راس العام اخويا راه نصالحنا حنا غنحتفلوا حنا اخويا قبل راس السنه كاع. واش الى عطى الله اخويا حنا حتى حنا بعيد من الولد النبوي عليه الصلاه والسلام، واش الى عطى الله اخويا. خويا تنتسنى انا غير تنتمنى ماشي تنتسنى بعدا، يسهل على الناس يجي ربي ياك نحيدو من هاد الحومه هادشي، راه ما بيجيرو معانا حتى حل. انا الحمد لله راه انستيزيست بالنج، ولكن واش انت كاع شتي تي بلونش بيت خدام ما تخدمش، الله يعفو عنا من هاد البلاد. هادشي اللي بغيت نقول لك، ايه الهجره خويا هي اللي كاينه وسنه سعيده. خويا انا با من الكوت ديفوار تيحتفل يلا مشى للبيسري هذاك مشى قدا القرعه تاعو، ولكن انا معزول محتفل مع الدراري ونصوم بالحنايا فهمتي، دايرين واحد شويه الملج بنا نحتفلوا بنا ناكلوا شويه حيت هاد 2020 و 2019 جات عندنا في الجوع. دابا يلاه خدمنا شويه ولينا تنديروا اليوتيوب واخا باقيين على الله، ولكن راه يبارطاجيو وراه السوشيال ميديا راه فيها الفلوس بلا ما يكذبوا عليكم، وغادي نحتفلوا سنه سعيده واللي بياكل الملج مرحبا بكم وعاشا محمد السادس وديما كوكب. اختي انا ما تنحتفلش بهذا الشيء هذا، غير هو انا اليوم محتفل مع الدراري ولاد الحومه، حنا ولاد القصبه، مشيت شقرت واحد الخضيره دزت عند بون الدجاج حتى هو طلبت ليه واحد الفخيض، بغيت ندير واحد الكويميله مع الدراري ما تنعرفو حنا لا حلوه ولا حلوس. عامين هادي وحنا غاديين في القوره، حنا تنخدمو مع السياحه تنديرو فوقيد، ما بان لي انا لا بحال 2018 بحال 2019 بحال ديما هادشي. الحمد لله ديما حنا تنعيشو هاد الاجواء، تنجقرو هنا تنطلبو الكارو اي لعبه تنديروها حنا الحمد لله وسالمين، ما تنجرو حتى شي حاجه فيها السرقه ولا شي لعبه. الحمد لله حنا باينين ومعروفين في البلاد، اللهم لك الحمد، هذا الشيء هو اللي كاين اختي. الامنيه هو بد الوقت شويه تنوض، لان الركود راه كاين وراه قاعدين على البلاط، والانسان يشوف واحد الشيء في هذه الاعاقه، حنا هاد المعاقين بعدا ما باينينش، ما كاينش في الوجود حنا في اي حاجه ما كاين فيها حنا هاد المعاقين، حنا بعدا اصليا حنا ما كاينين. اي واحد يدير في البورتاج ما تيهدرش على المعاق، لان واحد النهار يكون عنده معاق في الدار ولا كاين السكر كاين شحال من حاجه كاينه. بين نولي شي رابور مزيان ومعروف في المغرب ونكمل في التمثيل. نكمل في التمثيل نولي شي ممثل معروف. الله يخرج عنا هذا الوباء هذا، والله يسهل للجامع واللي مريض الله يشافيه، والله يكمل الجامع اللي ما خدام بحال هاد الشباب هادو، راه خوتنا ما خدامين ما والو. تعاونوا مع هاد الناس هاد الشباب هادو اللي ضائع اللي خدامين في السياحه، لاجون السياح راه لا اله الا الله. واش كاين الشباب ولا لا؟ عباد الله ما خدامين لا اله الا الله. هنايا تيديروا لي فوقيد لا اله الا الله. اجي اخويا رشدي بان اخويا رشدي عباد الله معتبين قاعد هادو كانوا في السياحه هادو شباب ديال السياحه بربعات اللغات وضايعين الشباب هادو لا اله الا الله. ديروا معاهم الحل هما الايمانه تيجوزوا داكشي اللي كاين هما الايمانه كيجوزوا امور امور ما جرنا في هذه الايمانه الله لا اله الا الله. السنه الميلاديه بالنسبه لي ما تنحتفلش بها، وبالنسبه ل 2021 دازت عندنا با مال كورونا، المهم معانات بزاف الشباب ما خدامينش. شحال من واحد هنا في الحومه، انا نيت هنا في القصبه كامله مثلا فهمتي، ما السياحه القطاع السياحه بالنسبه لي انا تنخدم في القطاع السياحي ما كاين والو بالنسبه لي. نتمنى ان شاء الله في 2022 يكون 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 الجديد ان شاء الله باذن الله، ويكون السياحه تكون خدامه مزيان. احتفل به ولا اعترف به، لانه السنه الهجريه والسنة النبوية باش كنعترفوا حنايا، والسنة أخرى ما كنحتفلوا جميعا، ولكن هذا الشيء كيبقى كل واحد واختياراته كل واحد وحرية ديالو. السلام. إن شاء الله 2022 كنتمناها تدخل على الجميع إن شاء الله بالخير وبالسلامة، وبما يتمناو إن شاء الله وبطول العمر وبشي حجة إن شاء الله للوالدين اللي باقي ليه والديه الله يخليهم ليه، واللي
ميتين الله يرحمهم ليه. كنتمنى من الله عز وجل يسهل علينا ويسهل على جميع الشباب المراكشيين اللي حاملين دبلومات زويونين وما خدامينش جالسين. حنا كنتمنوا من الله عز وجل انهم يشوفوا في هذا الشباب هذا لانه تيجي، حيت الا بقى هذا الشباب هكا متراكم بهذه الكيفيه هذه يعني غادي يولي مشكل عندنا في المجتمع ديالنا. يعني علاش كتشوف مجرمين كتشوف بنادم تيبيع الحشيش تيخرج للسرقه على قبل اش عنده دبلومات قاري ولكن ما لقاش فاش يخدم. الوقت هي هادي، حنا كنتمنوا من الله عز وجل انهم يشوفوا في حال هاد الشباب هادو وانهم يتعاونوا معاه يجروا فينا يد المساعده، ونتمنوا من الله الخير، نتمنوا من الله الخير، نتمنوا من الله عز وجل، ونتمنوا من الله يسهل علينا وتجي ماكوكه.